الجوية نهديها إلى شعبنا ونهديها إلى قيادتنا العسكرية بوصول الوجبة الأولى طائرتين السوبر موشاك التدريبية لغرض تعزيز خط تدريب المقاتلات في كلية القوة الجوية. نحن إن شاء الله نعمل جاهدين على أنه يكون الطيارين يتدربون على أعلى مستويات من التكنولوجيا من الطائرات الحديثة، وتعتبر هذه الطائرة إحدى الطائرات العالمية التي تحوي على منظومات الجينيسيس الحديثة جدا، ونفس ما هو موجود في تدرج الطيران الموجود في قيادة القوة الجوية. لهذا اليوم أهدي هذه الإنجاز إلى كافة منتسبي قيادة القوة الجوية من ضباطا ومراتب وموظفين، ونعاهد الله وشعبنا وقيادتنا بأنه نستمر بهذا العمل الدؤوب لغرض رفع مستوى قيادة القوة الجوية الوطنية والإقليمية. شكرا للحضور جميعا، شكرا إلى كل منتسبينا والعاملين عليها، وسوف يكون هنالك وجبة ثانية إن شاء الله في بداية الشهر القادم، يكون مجموعة الطائرات اللي تصل 4 طائرات.